يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعريف القصاص من القصص؟ القصاص هو الواعظ الذي يذكر القصص والأخبار، وغالبهم بيأثر على الناس ولو كانت الأخبار والقصص ما ثبتت أو مكذوبة، يقول علشان يؤثر على الناس على ما يجوز. هؤلاء منعهم الصحابة، منعوا القصاصين أنهم يأتون بأكاذيب، أخبار مكذوبة ويروجون الكذب، فلا يجوز هذا. أما القصص الصحيح، القصص الحق الذي فيه عبرة، فلا بأس، يورد في المواعظ والخطب. نعم.